مشاهدينا الكرام، ينضم معنا من برلين عبر الهاتف السيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. أهلا بكم سيد علي. بداية، آلاف الضحايا في البصرة والموصل من مبتوري الأطراف، كيف تقرأ هذه الحصيلة وأيضا ما مدلولاتها على أو بعد 15 عاما من الاحتلال؟ يا سيدي، تنوع هذه المناطق بين في البصرة وفي الموصل وفي الأنبار يدل على أنه من يدعون تمثيل الشعب العراقي من كل المكونات هم بعيدين كل البعد عن هذا الأمر. هؤلاء لا يمثلون أي مكون من مكونات الشعب العراقي. ثم أن هناك مركز خاص تأسس سنة 1980 في منطقة العويضية في بغداد. هذا مركز خاص لصناعة الأطراف الصناعية يعني كل المستلزمات اللي خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. هذا المركز تحتل إحدى الميليشيات ومسيطرة عليه ومتخذته مقره وألغت عمله نهائيا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاولت تفتح مركز في الفلوجة لصناعة الأطراف الصناعية ومساعدة المعاقين، أيضا لم تجد مكان لها بسبب الميليشيات. أين الدور الحكومي إذن؟ نعم، هذا الإهمال مو إهمال، هذا يعني استهداف إفقار الشعب العراقي وإذلاله وترك المرضى وترك ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا أمر مدروس ومستهدف، وإلا لا توجد حكومة تشعر بذرة من الاحترام النفسة تترك أبنائها بهذه الحالة. وأحب أن أؤكد أنه اختلاف هذه المناطق بالاحتياجات يؤكد بأنه كل المكونات من يدعون يعني الممثلين من يدعون تمثيل الشعب العراقي كلهم كاذبين ولا يمثلون إلا أنفسهم وعصاباتهم وميليشياتهم. طيب، إذا انتقلنا بالحديث إلى معاناة أهالي قرية البتران، هؤلاء الناس يشتكون غياب الحلول الحكومية وفقدان الدعم للمعاقين، وكما تفضلت حضرتك قلت بأن هناك عمل ميليشياوي وغياب دور حكومي ربما قد يكون متعمدا في الابتعاد عن هكذا معاناة. من الذي يمكن أن يتدخل من أجل علاج هذه المشاكل التي يعاني منها أو تعاني منها شريحة مهمة في المجتمع العراقي؟ والله يا سيدي، المنظمات الدولية عموما المنظمات الدولية عندها استعداد تعمل، لكن هذه المنظمات صعب دخولها للعراق، لأنه الآن أي منظمة دولية تقدم يعني مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة لا تستطيع الدخول بالعراق إلا من خلال التنسيق مع ميليشيا، وهذه الميليشيات تبدأ تبتز هذه المنظمات الحكومية. ثم هناك تبرعات وهناك هبات، المنظمات الدولية مستعدة تقدمها، لكن كيف الطريقة اللي تصل بها للعراق هو هذه المشكلة، لأنه هذه الميليشيات لا ترحم ولا تترك الناس ولا تترك رحمة الله تنزل على الناس. ولكن سيد علي، ألا يمكن أو يعني أليس من المفترض أن تكون للمنظمات الدولية، المنظمات الأممية الحكومية الرسمية، أن تكون هناك قوات حماية إن كانت من الداخل العراقي أو حتى ربما قادمة مع هذه المنظمات من أجل تأمينها وحمايتها حتى توصل هذه المساعدات إلى المحتاجين؟ كل المنظمات الدولية ليس في مقرراتها استخدام أي قوة لحمايتها، حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من ضمن الاتفاقيات التي قامت عليها أنها لا تعتمد على أي قوة تحميها. هذه منظمات إنسانية تقدم هبات ومساعدات، يعني لا تستطيع أن تدخل إلى العراق عن طريق ميليشيات. ثم أن هذه الميليشيات لا يؤتمن جانبها، رأينا عد أكثر من 30 أو 40 منظمة إنسانية في عام 2006 وعام 2007 تعرضت للاختطاف والابتزاز واضطرت إلى أن تغادر العراق. لم يبقى أمام هؤلاء إلا المساعدات من المنظمات الدولية. طيب، التقارير الصحفية أكدت أن معظم الانفجارات أصابت جامعي الخردوات، طبعا المستخرجة أو الذين يستخرجوها من المخلفات الحربية. طبعا يضطر هؤلاء المواطنون إلى المخاطرة، يعني أن هناك خطر أو خطأ في معادلة توزيع الثروة في هذا البلد. كيف ترى توزيع الثروات في العراق الآن؟ أولا الأسباب، هناك عقود بحدود 300 إلى 400 مليون قدمتها الأمم المتحدة
عن طريق لجنة مكافحة الألغام. هذه الألغام الآن المناطق مناطق شاسعة خصوصا في محافظة البصرة متروسة بالألغام والقنابل الأنقودية وغيرها. هذا أمر، هذا واحد من مسببات البتر عند العراقيين، وخصوصا تنتشر في يعني في مجال الرعاة الناس اللي يرعون أغنام ويطلعون للبراري. المسألة توزيع الثروة بالعراق، الآن الثروة في العراق محصورة بين 10 يعني حسب إحصائيات دولية أنها محصورة بين 10% من الشعب العراقي و60% من الشعب العراقي تحت خط الفقر. هذا أمر كارثي. نحن الآن في العراق أصبحنا كما كانت عليه الهند أيام المهرجانات، حين كان يعني 10% يلقون زبالة و90% يأكلون منها. العراق وضع كارثي، وضع توزيع الثروات في العراق وضع مخزي ومزري حسب اتفاق يعني قرارات وتقارير منظمات دولية مرموقة. نعم. تعلم هذا الأمر 100%. سيد علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق، كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا لك.